صراحة هذا الفيديو ما كنتش باغي نديرو، ولكن الخوش كان تأسف صراحة. قلت لي كيف قلت لكم اخوان، هاد الشهر هذا كندوز اكفس شهر في حياتي غادي ندوزه صراحة، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كيف قريتو في العنوان اخوان، البارح درت واحد الكسيدة اللي خايبة بزاف، ولكن الحمد لله ما طرا ليا والو، انا خرج سالم. تضربت غير في صبعي هنايا وتحرت في ركبتي وفي سميتو وفي هاد العظم ديال رجليا صافي، ولكن الموطور اخوان الموطور راه ولا في واحد الحاله اللي ما يمكنش. عمران شنو درت انا؟ شنو درت الموطور مالو الموطور؟ المهم الموطور اخوان تشخشخ ديال بصح. المهم غنحط لكم الفيديو ديال البارح ديال الكسيده اللي طرات ليا اخوان، حفظني الله. وبغيت نوصي اي واحد اخوان يكون كيركب الدراجه الناريه يحاول يدير الكاسك ديالو. وشوف اخوت انا راه ما كانش فيا لا فوت، كنت جاي في الطريق ديالي صحيحه، ولكن بيا كنتفاجئ كتخرج ليا طوموبيل من الجنب كتضربني. عرفتوا اخوتي راه ضربتني، راه ما نعاودش لكم على احساس كيدير. والموتور تخشى تحت الطوموبيل اخوان، تخشى تحت الطوموبيل الموتور. وانا مع ديك رده الفعل ديالي سبحان الله مع خفيف دغيا نقزت، وجاب الله كالع عليا الكاسك، ضرب ليا راسي مع الشانطي يا اخوان، قسما بالله تضرب ليا راسي مع الشانطي، وجاب الله داير الكاسك. وكاسك صراحه نفعني بزاف هذاك الكاسك. كون ما كانش الكاسك قسما بالله ما غاديش تشوفوني انا دابا هنايا، وما غتشوفونيش داير هذا الفيديو كندوي معاكم. وراه بغيت غير نبارطاجي معاكم اخوتي هذا الشيء، لحقاش كنت باغي ندير واحد الرحله للصحراء، وحتى صاوبت الموطور اخوان قديته، يعني وجدت كل شيء اخوان باش نشد الرحله ديالي للصحراء ان شاء الله. وكنت باغي نشد الرحله ديال شهرين ثلاثه اشهر ونبقى غادي يا اخوان ونصور لكم ونمتعكم بالمناظر الخلابه، ولكن ما كتابش اخوتي. كالات علينا هاد الكسيده شي حاجه. هاد الكوامور ضرب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب السلامة يا رب. نعيد على البوليس باش تخليها في البوسطة. عيطي ليهم. ارتاح اصاحبي، ارتاح ما عندك والو، ارتاح ما تخافش اخويا. ما تخافش. اخوان العقشاء اخوان، جاي انا في الطريق نيشان الاخر بيدور، ما عرفتش كي بغا يدير لها، ما عرفتش كي بغا يدير الدوره، هو يدخل فيا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. هانتوما اخوان الموطور دغت عواج الموطور الشانطي. المهم اخوان بغيت غير نشارك معاكم هذا الشيء اللي طرا ليا اخوان، وباش غادي نحبس واحد شويه حتى نصاوب الموطور ديالي، حيت الموطور ديالي هو الوسيله الوحيده اللي كنتنقل بها باش نصور لكم فيديوهات زوينين وفي بلايص زوينين اخوتي. والموطور اخوان راه تعجن القدام ديالو كامل، الكادر ديالو عواج، ودابا راه كنتسنى غير لاسيرونس تصاوب لي الموطور ديالي، لحقاش انا ما قيدتش مع مول الطوموبيل، سامحت ليه ما قيدتش معاه، ما بغيتش ناخذ فلوس لاسيرونس، حيت فلوس لاسيرونس اخوتي حرام، وحنا ما بغيناش ندخلوا الحرام عندي، ما بغيتش ندخل الحرام عندي اخوتي. وهادشي اللي كاين اخوان، ان شاء الله مشيت لاسيرونس اخوان باش دويت معاهم، قلت لهم غتصاوبوا لي غير الاصلاحات ديال الموتور صافي، عطيتهم ديك الورقه
قالوا لي راه غيجي داك الخبير يشوف الموتور، يشوف الحاله ديال الموتور ويشوف الثمن شحال يعطوني. تقريبا الكارطيرات وداك القدام ديالو كامل مشى. غنخلي لكم الفيديو غتشوفوا كل شيء. ها هو الفيديو اخوتي، شوفوا كيفاش طحت، شوفوا الموتور، شوفوا الموتور فين من تحت الطوموبيل. ها من تحت الطوموبيل الموتور، ما يمكنش، راه الرعب صراحه. دوزت الرعب البارح، هذا الشيء وقع لي يا اخوان. وانت ماشي شنو قلت عليك؟ الحمد لله. شو راه ما يمكنش. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، طلع يقرا. غتجوقوا عليا الناس. وشكرا، شكرا للناس اخوتي اللي ثاني بزاف ديال الناس وقفوا معايا في هاد الكسيده اخوتي كيتفرجوا فينا. تحياتي لهم من هاد المنبر. بزاف ديال الناس وقفوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين. انا تشوفوا الموتور ملي غادي نجيبو للدار، غادي تشوفوه كي داير، كيفاش ولا. شوفوا الموتور كيفاش ولا اخوان. شوف ولا، شوف شوك سيده كي دايره، سيده خايبه الخوتها. الموتور كامل تشخشخ تشخشخ ديال بصح، ولكن ماشي مشكل، تفوت غير الراس وتجي فاش ما كان اخوان، تجي فاش ما كان تفوت غير الراس. المهم هذا الفيديو درته اخوتي باش نعتذر لكم، لحقاش غادي نتعطل عليكم واحد شويه ياكم، ياك نتعطلوا واحد شويه. عمران نتعطلوا واحد شويه ولا نمشي نصوروا فيديو؟ ها قسما بالله كتبغى نصور لكم فيديوهات في الصحراء اخوان، غنشد الصحراء وغنشد طريق طويله و اتخربقت اخوتي الدرون. لا اله الا الله محمد رسول الله. قسما بالله واش شي تابعه ولا ما عرفتش اخوتي، والله ما عرفت لحد الان ما عارف والو. المهم هاد الشهر كندوز دير 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 تدير. عمران واش هاد الشيء؟ عمران المهم اخوان صراحه هاد الشهر هذا والله ما عرفت مالي، ولكن الحمد لله. كيقول لك المؤمن مصاب اخوان، ما عندنا ما نديرو، قدر الله ما شاء فعل. وخا طيح وتنوض هذه الدنيا اخوان، ضروري ما يجي واحد العتبات ديال كيطيحوك الارض، ولكن انت ما تعقش، ما تيأس في الحياه، كافح ونوض وان شاء الله غادي غير دوز. هادي كيف كيقول لك غير محنه ودايزه ان شاء الله باذن الله. وهادشي اللي كاين اخوان، نتمنى نكون خفيف عليكم اخوتي. وهاد الفيديو درتو الطرار يا اخوان، حسبوه. المهم فيديو كنا نوضح فيه شنو طاري ليا اخوان، وعلاش غادي نغبر عليكم واحد شويه. تقريبا نغبر واحد شويه اخوان، وغادي نرجعو ثاني الانرجي ديالنا بما تصاوب لينا الموتور. وهادشي اللي كاين اخوان، وشكرا لاي واحد كيتفرج، وشكرا لاي واحد كيكتب كومونتير، وشكرا لاي واحد كيدير لايك اخوان. لايك لايك راه شي ملي كدير لايك كتزيد دعمني باش نمشي لشي بلايص زوينين، نصور لكم في بلايص ثاني زوينين وفي المستوى اخوان. وهادشي اللي كاين، مقرر انني الغد لي غادي نمشي، وشو طرا لينا مشكله اخوان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ياك عمران الضحكة. قول قدر الله ما شاء فعل. قول قدر الله ما شاء فعل. قول قدر الله ما شاء فعل. قول أقول بسم الله الرحمن الرحيم. سير نقراو الفاتحة، نقراو الفاتحة على هاد لاشين هادي راه ما عرفناش مالها. سير سير قرا بسم الله الرحمن الرحيم. سير الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سير مفهموها ضالين ضالين. آمين آمين. ديرها ديرها. يرضي عليك، يرضي عليك الزين. أنا علف سورية ديال الدار عندنا شو. المهم أخوتي كنتمنى يجيكم هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم، بغيت غير نشرح لكم ونوضح لكم اشنو كاين. لحقاش غادي نغبر واحد شويه بما تصاوب لي الموتور ديالي، يعني الرجيلات ديالي، الموتور ديالي هما الرجيلات ديالي اخوتي. وهادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو جاي ومغامره جديده وتجربه جديده. قول لهم تجربه جديده وتجربه جديده ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم بزاف.